هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الأليوبية، واللي فيها تم تفعيل الزيارات المنزلية للكشف على كبار السن وذوي الهمم. في الوادي الجديد تم تنفيذ أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بواحة الخارجة. كمان في دمياط تم فحص 1461 حالة في قافلة طبية وتوفير العلاج ليهم بالمجان. وفي أسيوط تم البدء في ترفيق المنطقة الاستثمارية للصناعات والمحاصيل الزراعية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الأليوبية أعلنت مديرية الشؤون الصحية تشكيل فريق للطوارئ متنقل لكبار السن بكل إدارة صحية تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وده لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة من كبار السن فوق 65 سنة وأيضا ذوي الهمم عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه تم وضع طبقة المازوت اللاصقة بطريق الجريدة بيلا الكركات بنطاق مركز بيلا، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت ورصفه بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه وبطول 19 كيلومتر، نظراً لأن هذا الطريق من أهم المحاور المرورية المهمة اللي بتربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض وبالمحافظات المجاورة. في الوادي الجديد بيشهد مركز مدينة الخارجة نشاط مكثف في استكمال أعمال الصبة الخرسانية لأعمال حفر تركيب الغاز الطبيعي، حيث تتم الأعمال كجزء من جهود إعادة الشيء لأصله بعد مد خطوط الغاز الطبيعي في أحياء مدينة الخارجة بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سلامتهم وتسيير الحركة المرورية بشكل أفضل. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة أويسنا اليوم الاثنين لمدة 4 ساعات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً لغسيل الشبكات والصيانة الدورية. في دمياط نفذت مديرية الصحة قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وتردد على القافلة 1461 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. في أسيوط أعلنت المحافظة عن البدء في تنفيذ أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، واللي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وده ضمن خطة النهوض بالمناطق الصناعية.